أهلا بكم نستهل هذه الجولة على مختارات من عملة الرأي والمقالات بزاوية العين الثالثة للكاتب ضياء الدين بلال بأخيرة السوداني بعنوان رصاصة الكلمة. يبتدر بلال زاويته قائلا: قبل 6 سنوات وقعت حادثة مقتل المرحوم عوضي عجبنا برصاص ضابط بشرطة النظام العام، حديث التعيين قليل الخبرة. وقت ذاك سارعت الشرطة على عجل لإخراج بيان ملغوم مرتبك ومسيء للقتيلة، وحينما اكتشفت خطأها وسوء صنيعها وما اقترفت من ذنب مهني سعت لتصحيح ذلك البيان بآخر أكثر حصافة ومهنية، فجاء دقيقا ومنضبطا ومهذبا. كتبت وقتها في هذه المساحة بالحيثيات والمنطق البسيط: لا يمكن أن تتسبب حملة نظام عام لا تصل عقوبة الجرائم المستهدفة حد الجلد والسجن المخفف، لا يمكن أن تصل إلى مرحلة قتل امرأة وإحراق مكاتب الشرطة وانطلاق التظاهرات وكسر أيدي نساء. إنها رشدة البصيرة محمد، لم تفقد صلاحيتها بعد. يشير الكاتب إلى مطالبته وقت ذاك ولاية الخرطوم بأن تفكر جديا في حل شرطة النظام العام ومراجعة قانونها المعيب حتى لا تتوالى المصائب جراء صنايع بعض منسوبيها ورعونة تصرفاتهم. يرى بلال أن شرطة النظام العام أصبحت تصنع من المشكلات والأزمات ما يقضي للفوضى والاضطراب وتلطيخ سمعة الدولة وإثارة الكراهية ضدها، ويضيف: ولا نزال نكرر مهمة تقويم السلوك لا تصل حد القتل الفعلي والتجريح المعنوي. للأسف بعض أجهزة الدولة تتحرك في بعض المواقف بدافع عصبية الزمالة، فتتحول أخطاء الأفراد وتجاوزاتهم إلى فواتير تسدد من الحساب العام، إثارة كراهية وتشويه سمعة. وفيما يشيد الكاتب بعمل الشرطة وأدائها في حفظ الأمن وتوفير الطمأنينة إلا أنه يعود ليصف البيان الأول الذي خرج من مكاتبها الإعلامية تعليقا على حديثة قتيل شارع النيل بأنه الأسوأ في تاريخ البيانات الرسمية، ويحمل في ثناياه بذور جريمة جنائية إنها العجلة والارتباك وقصور الكفاءة ودفن الليل قبل اكتمال المعلومات وبزوغ ضوء الحقائق. يختم بلال زاويته وهو يزيد في وصف للبيان بأنه يفتقد للحس الاجتماعي المراعي للأعراف والتقاليد السودانية السمحة وروح الدين الحنيف حينما تحدث بصورة مسيئة ومشينة لسمعة القتيل وأسرته كذلك، ويقول خاتما: الكلمة مثل الرصاصة، إذا خرجت لا تعود، وإذا خرجت فربما جرحت أو قتلت أو أصمت أو أدمت.